ورئيس الحكومة الحالية عادل عبد المهدي يدعو إلى ما وصفه عدم تضخيم وتهويل القضية. نشاهد ثم ننتقل وإياكم إلى التعليقات التي رصدناها لكم من موقع فيسبوك. في الأعوام الماضية الآن في مجلس الوزراء أنا وجهت السؤال إلى السيد وزير التجارة، هل إن الحرائق هذا العام أكثر أم أقل من العام الماضي؟ قال أقل من العام الماضي. الجو حار، المزارع كبيرة أصبحت، نحن تم زرع أكثر من ضعف المساحات التي زرعت في العام الماضي. حدث حوالي 262 حريق، مجموع ما حرق يقدر ب 40,000 دونم، أحيانا أعشاب أحيانا حبوب حقيقية، ليس كلها حبوب حقيقية. هناك 74 من الكهرباء نفسها، من شرارات تأتي من الكهرباء. فقط 35 حادث متعمد حسب الدفاع المدني. 25 شرارة من الحاصدة مثلا، 22 أعقاب سجائر، 32 نار خارجية. زين. وأنقذ أضعاف هذا أنقذ 992 ألف دونم. يعني كان لو ما كان عندنا دفاعات مدنية كان استمرت النار، العشب يابس، كان ممكن أن تمتد النيران وتأخذ. أما المساحة المزروعة، المساحة فهي تتجاوز 12 مليون دونم. فلاحظوا أن النسبة جدا محدودة والكمية جدا محدودة، ومع ذلك هذه خسائر يجب اعتراف بها خسائر، لكن تحصل في كل مكان في العالم وتحصل هنا في العراق، ونحن نتابع الموضوع، ويجب عدم تضخيم مثل هذه المسائل.